بعد صورته بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية على مجلة جي كيو، تعرف على إطلالات محمد صلاح التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا. يتابع الجمهور صور المشاهير بشغف شديد خلال الآونة الأخيرة، ويركزون في المثير من تفاصيلها، وأحياناً تسبب تلك الصور أزمات وجدل كبير بين الجمهور، خاصة إذا كان صاحب الصورة يتمتع بشعبية كبيرة، وهو ما حدث مع اللاعب محمد صلاح. على غلاف مجلة جي كيو، ظهر اللاعب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر برفقة عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، ما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صورة صلاح لم تكن الأولى من نوعها التي تثير جدلاً واسعاً حولها، بل سبقها صوراً عديدة سجلت مواقفاً من حياة محمد صلاح الشخصية كانت موضع جدل من قبل متابعيه، حيث ظهر محمد صلاح في بداية أكتوبر الماضي مع قطته وهو عاري الظهر مستلقياً على أريكة، وأثرت تلك اللقطة العديد من الانتقادات، وتبين أن صلاح كان يقوم بجلسة تصوير لأحد الماركات العالمية التي تصنع ملابس داخلية. ورفض البعض الصورة التي ظهر بها جناح ليفربول ومنتخب مصر، رغم أن الأمر يعد طبيعياً بين نجوم كرة القدم الكبار الذين يقومون بالأمر ذاته، لكن كون صلاح أول لاعب عربي يصل إلى تلك المكانة العالمية لم يستوعب البعض ما فعله حينها، فانتقدوا الشكل الذي ظهر به صلاح خلال الصورة. كما نشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه على إنستغرام وهو يرتدي تيشيرت يحمل شعار إحدى المجلات الإباحية الشهيرة بلاي بوي، ما أثار موجة غضب وانتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليوضح اللاعب للجهاز الفني أن التيشيرت يوضح أنه ضد هذه العلامة والشركة الإباحية. وخلال زيارة محمد صلاح لمدينة دبي من أجل القيام بجولة دعائية لإحدى شركات الملابس العالمية، وأثناء تواجده في مول دبي احتضنته فتاة بشكل مفاجئ، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الصورة التي أثارت الكثير من الجدل بين محبي محمد صلاح. وأيضا انتشرت صور لمحمد صلاح على صفحة Anything Liverpool عبر فيسبوك، كتب عليها: يبدو أن صلاح يستمتع بوقته خلال العطلة. وظهر صلاح وهو يقف في الصورة مرتديا مايو على الشاطئ وبجواره فتاة تلتقط صورة سيلفي معه، ما أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة. ومن الإطلالات التي أثارت جدلا بين جمهور محمد صلاح كانت صوره التي ارتدى فيها بلوفر باللونين البني والبيج مطرزا بأحجار لامعة وخرز لامع باللون الأخضر، ولاقت ردود فعل واسعة وسخر منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بالقديم.